الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم متواجدون في عند قلعة زعبل، وهذه القلعة إخوة الإيمان كما يقولون كان من آلاف السنين يقولون، وهذه القلعة إنما بنيت، إنما جعلوها هكذا للحفاظ، لأنه حينما يحفظون على بيوتهم وعلى الديور لازم يكون المدافعون أو الذي يحرس البيوت أو الديار لابد أن يكون على مكان مطلع، على مكان مرتفع حتى يطلع على الأشياء التي تأتي إلى دياره. ولذلك ابونا يقولون والله أعلم، هذه البيوت القديمة، وهذه القلعة كما ترون الآن في آثار قديمة، هي من المواقع الأثرية التي تزار في منطقة الجوف، وسنرحل إليه الآن إن شاء الله. بعض الأماكن فيها مشكلة ربما يسقط، لازم من أنا رأيته كيف هذا؟ كيف جدا؟ كم سنة؟ آلاف السنين يقولون، من زمان آلاف سنين. كم متى سنوات يا شيخ أكمل هذا؟ تعرف؟ هذا تقريبا آلاف السنين، هذا قبل آلاف السنين يقولون، 200,000 قبل ميلادي. إيه يقولون 200,000 قبل الميلاد بالضبط، لكن لا تجزي، ما انت هنا ما ينشر تصور شيء، لازم تقريبا اما القطعه بالقفحه التاريخ هو راجل التاريخ في حيوان. اي حسن حسن حسن، سيد عبد الله صورة ثانية صح؟ ايه عبد الله تعال. ايه ورتال شوف هنا افتح هذا. نعم